حبيبي. ازيك يا رحب؟ انت جيت امتى؟ لسه داخل حالا. انا كنت لسه طالع لك اصلا. انا يومين بالظبط مسافر. ايه؟ يومين بس؟ طب ما تراجع نفسك تاني، ادي نفسك فرصة، فكر يا زياد، ما تستعجلش في السفر قوي كده. ملوش لازم الكلام ده، انت وانا عارفين اني مش هينفع ابقى موجودة هنا خلاص. انا مش قادرة اتخيل الدنيا هتبقى عاملة ازاي من غيرك. ولا انا، بس انا مش قادر اقعد في القصر بعد اللي حصل فيه. الود ودي اخدك معايا، بس للاسف مش هينفع. طب خلي بالك من نفسك وبقى كلمني كل يوم، وانا اللي هوصلك المطار، اوعى تروح لوحدك. لا طبعا، ازاي؟ انا كنت هعمل كده اصلا. هو سيد فين؟ سيد هربان، استخبي اليومين دول. ايه ده ليه؟ لا ده موضوع طويل، بس انا معايا نمرته الجديده، ممكن نكلمه ونقابله. لا هاتيها، انا هكلمه. لا انا اللي هكلمه ونروح نقابله مع بعض. لا معلش، هاتي النمره وانا هكلمه وهقابله لوحدي. انا بحبك قوي. انا عارف يا حاج هدايا ان انت لسه زعلانه من اللي حصل للبضاعة بتاعتك. وبعدين بقى، ما انا قلت لك الموضوع ده بيني وبينك ومفيش اي ورق رسمي بيه. ما هو ده اللي مخوفني يا احمد بيه، ده مش زي اي حد، ده لواء، لواء في الامن الوطني. لو تعرف ان خرجت تسجيلات مكالماته هروح في 60 داهيه. عاوزك تراقب لي كل اتصالاته وتديني تقرير بيها. كمان؟ لا لا لا، ده كتير قوي. لا مش كتير، وهتنفذ. والطلب ده لو خرج من هنا هتروح في 60 داهيه. طب حضرتك اديني يوم واحد والتسجيلات اللي هو صادق هتبقى عند حضرتك. برافو، اتفقنا. انا مش مصدق، انا مش مصدق انك افتكرتني قبل ما تسافر. كنت خايف المشاكل اللي بيني وبين عيله السيوف تكررك فيا. انا ما اقدرش اكرهك، انت جوز خالتي والراجل اللي مربيني. يا زياد ربنا يعلم انت عندي ايه. انت ابني يا زياد. حلو، وعشان انا ابنك يبقى تساعدني في اللي جاي لك علشانه. في الاول عايز اعرف حاجه وتقول لي بصراحه، انت لولا الخدمه دي ما كنتش هتيجي تشوفني صح؟ في حد يقدر يسافر من غير ما يجي يسلم على ابوه؟ كده تمام. عنب، قول لي عايز ايه. هشام وداليا، تاخد لي بطاري منهم. انت اللي بتقول كده؟ ناسي كلامك؟ فاكر لما جبتك عشان تعلم على عمرو وانت رفضت؟ انا ما نسيتش كلامك انت لما قلت لي ان في حاجات ما ينفعش تتاخد غير بالدراع. يعني الوقت اللي فكرت فيه في كلامي هو نفس الوقت اللي كفرت فيه بكل كلمه وكل حاجه عملتها في حياتي. يعني مش هتساعدني؟ طول عمرك لما كنت تعوز حاجة كنت تطلبها من رحاب، وهي كانت بتيجي تقول لي. كنت بتغاظ قوي قوي، كنت ساعات ما بنفذهاش عشان تيجي تطلبها مني بنفسك. كنت عايز أحس إنك بتحبني زي ما بحبك، وأنت طول عمرك كنت بتنشف دماغك وما بتجيش. فأكيد لما تطلب مني أول طلب في حياتك، ويمكن دي آخر مرة أشوفك فيها، فمستحيل منفذوش. أنا هساعدك يا زياد، هساعدك. جرى إيه؟ إحنا خارجين مع بعض عشان تفضلي مبوزة وساكتة كده؟ مش قادرة أتكلم يا ماما. على فكرة أنا سمعت كل الكلام اللي دار بينك وبين عماد. أنا ما تخيلتش أبداً إنه يطلع مجنون للدرجة دي. ماما أنا خرجت معاكي عشان أريحك، فريحيني أنت بقى وبلاش نتكلم في أي موضوع. ما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش تفضلي كاتمة جواكي كده وساكتة. الكلام بيريح يا حبيبتي.
ما بقاش في منه فايدة. أنا مش عارفة أحزن على إيه ولا إيه، على رنيم اللي مستقبلها ضاع ولا على نفسي. يوم ما وافقت أتجوز عماد عشان أهرب من رحيم، ده حتى صديقة عمري ما بقتش عارفة أثق فيها، حتى لو أنا عارفة متأكدة إن ملهاش ذنب في اللي حصل. بس خلاص، في حاجز كده اتبنى بيني وبينها. أنا لسه معاك يا حبيبتي وجنبك. ربنا يخليك لي يا ماما، أنا عارفة. بص يا داليا، أنا بعد اللي حصل لي مع أبوكي أقدر أقول لك على حاجة مهمة قوي. كله بيعدي، حلو وحش بيعدي، المهم انتي ما تتكسريش. يعني ايه الكلام ده؟ ادهم ابو ورده الله يرحمه ويبشفش الطوبه اللي تحت دماغه، ما كانش ليه ذنب في موت عزه وجوزها زمان. امال مين؟ عصفوره ابو ورده. عصفوره؟ داليا. داليا مين؟ داليا دي مرات عماد وخطيبه رحيم القديمه. والكلام ده تعرفه من امتى؟ ايه ده بس يا عموم، وانا هقريك على كل حاجه. صحتك ابو ورده، محتاجينك يا غالي. عندك بتعمل ايه يا بنت؟ انا عايز ارجع الشغل يا هشام. شغل ايه؟ التمثيل. هو اللي انت كنت بتعمليه ده كان تمثيل؟ ده انت حيالك كومبارس. ما تقولش كومبارس دي يا هشام، اسمها ممثلة. بس مفوي، اعرفي انت متجوزة مين دلوقتي؟ ما انت كنت سايب زمان الكومبارس تشتغل. اه زمان كنا حاجة ودلوقتي يا حبيبتي حاجة تانية خالص. يعني ايه حاجة تانية خالص؟ الو. ايوه. ايه بتقول؟ ايه يا هشام؟ رحيم انت كويس؟ الحمد لله انا تمام. هو ايه اللي حصل؟ ناس ضربوا علينا نار، عرب السايس مات واتنين من الجردات. انا نهار اسود. طب انت فيك حاجه؟ انا تمام، ما فيهاش حاجة. دول أنا خدت بالي من العربية، كان زماني واقع جنب عربي. هو اللي ورا الحوار ده حلمي. كله هيبان، ما تستعجلش. لا سيب لي أنا بقى الموضوع ده، أنا هتصرف فيه بمعرفتي. مالكش دعوة بحلمي، أنت فاهم؟ قلت لك قبل كده نهدها عليه، قلت لي لأ. وأدي آخرتها يا رحيم. أنا غلطتها زمان ومش عايز أغلطها تاني. إيه دي اللي غلطتها؟ هو مين اللي قتل أدهم أبو وردة؟ مش إحنا؟ بعد ما كنا فاكرين إنه ورا اللي حصل لعزة وزكريا. وبعد كل السنين دي عرفنا انه اتظلم. اتظلم؟ ادهم ابو ورده تاجر المخدرات اتظلم؟ ايه يا رحيم؟ انت نسيت قتل كام واحد؟ رحيم ايه؟ رحيم انت كويس؟ انا تمام يا سامي. ما لحقتوش اي حد من اللي ضرب نار؟ لا. ومين السجر يعمل كده؟ هو اكيد حلمي. وبعدين حلمي اللي عنده اهل ولا عزوه ياخده بطاره. اطمن. انا دلوقتي بس اتأكدت هو ما وجهليش التهم ليه؟ عماد؟ قصدك عماد؟ قصدك عماد هو اللي ورا الحوار ده؟ وبعدين التهم ايه؟ لا فهمني يا رحيم. هفهمك بعدين. المهم دلوقتي تشوف لي عناوين اهل الجردات والسايس عشان نعمل معاهم الواجب. لا هما كده كده هيتعمل معاهم الواجب. اطمن بس عليك الاول. نفذ اللي اتفقنا عليه. يلا. حاضر. وهتعمل ايه مع عماد؟ خلينا نتأكد الأول وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه. اطمنتي على رحيم بعد اللي حصل في المركب؟ مش عايزة اطمن عليه ولا عايزة اعرف اي حاجة عني. مش عايزة حتى افتكر اني عرفته في يوم من الايام. ياه، عمر ما كان قلبك اسود كده. الايام بتسود اي قلب. طب ما قلقتيش عليه ولو حتى حبة صغيرين؟
تفتكري عماد ورا الحكاية دي؟ ايه؟ مستغرباها على عماد؟ لا، مستغرباها عشان كنت بفكر فيها في نفس اللحظة اللي انت قلتيها دي. بس دي حاجة تخوف يا دالي. لو عماد هو اللي ورا الحكاية دي يبقى انت كمان في خطر. ربنا يستر يا ماما، ربنا يستر. الحمد لله على السلامة. عمر الشقي بقي. الله يسلمك. عرفت مين اللي كان وراها؟ لا، بس عارف. ما تتعبش نفسك، أنا عرفت. أبو وردة. أبو وردة، أنت عرفت إزاي؟ رجالتي اللي كانوا بيراقبوك مش وراهم وعرفوا؟ بيراقبوني تاني؟ ما هو أنا كان لازم أفهم اللي في الصورة. انتي بتراقبيني من امتى؟ لما حلمي اداني الصورة دي خليت رجالتي يراقبوك. انا شفت كتير في حياتي يا رحيم، وفاهمة يعني ايه صاحب لما يقلب على صاحبه، وفهمت كمان مين اللي بلغ على صفقة السلاح وهدفه ايه. بس كان لازم افهم ايه الصورة دي. بس ده حوار ما يخصكيش. ده ضابط امن وطني، وده فيه الإجابة اللي أنا سألتك عليها وإنت مرضتش تجاوبني عليها وقتها. يعني إيه ضابط أمن وطني يقبض عليك ويسيبك كده بكل سهولة؟ الإجابة في الصورة دي. تتعرفي عني أني بخاف يا حاجة؟ بصراحة لا. علشان كده مش محتاجة أكذب عليكي. أنت عارفة معزتك عندي يا حاجة، أنا عمري ما أذيكي، بس في الظروف اللي إحنا فيها دي لو انتي قربتي مني هتتأذي. خليكي بعيد عني اليومين دول. بس انا اتأذيت فعلا يا رحيم، وصفقة السلاح راحت. صفقة السلاح بتاعتك دي كانت ضايعة وانا اللي رجعتها لك. على العموم دي غلطة مش هتتكرر تاني. ماشي، انا هبعد عنك زي ما انت عايز. بس هتعمل ايه في ابو وردة؟ الأول أعرف إيه اللي خلاه يقلب عليا تاني. اللي خلاني أقلب عليك؟ حاجة، ممكن أطلب منك طلب؟ طبعاً ممكن. بدور على الشاحن. تلاقيه بره عندك على السفرة. طيب. ايه يا بنت اللي انت مخبيها ورا ظهرك ده؟ انا مش فاهمة انت بتراقبيني ولا ايه؟ هاتي يا بنت النهارده. مفيش حاجة، مفيش حاجة. هاتي يا بنت، هاتي حاجة. ايه ده؟ اللي انت لفاه ده؟ مش هشرح لك. والله اشرح لك. انا هرجع اسود. اشرح لك والله. افهمك. تشرحي لي ايه؟ افهمك. وين ايه ده؟ حامل. لا ماما صدقيني. منين؟ منين؟ رحيم. لا رحيم اللي عمل فيكي كده. لا رحيم اللي عمل فيكي كده. لا ما قلتيش لي. لا اشرحي. انت ما قلتيش لي ساعتها. امال مين؟ هشام. 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 هشام عمل فيكي كده. هشام عمل فيكي كده امتى؟ امتى فين؟ والله ماما ما خدتش بالي. والله انا صحيت تاني يوم خدت بالي. ما كنتش واخده بالك. ما كنتش واخده بالك من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. انا اسفه. اسفه على ايه؟ رديتينا بداهية. هو راح فين يا ريم؟ راح فين يا ريم؟ راح فين؟ يا ريم، يا ريم افتح يا ريم، افتح.
افتحي افتحي بقى كده تعملي فمك كده يا بنت افتحي افتحي بقى قريتينا فضحتينا فضحتينا منك للقاري ليه عملت فينا كده ليه عملت فينا كده عملنا فيكي ايه عملنا فيكي ايه حسبي الله ونعم الوكيل انت فاكره ابو ورده هو اللي وراها اكيد هو بس كان محتاج زقه وانا اديتها له انت فاكره هينتقم من داليا اهو اللي حصل بقى ابو ورده اصلي مجنون ما حدش يعرف ايه اللي في دماغه ايه مالك زعلان على رحيم ولا ايه اللي حصل حصل فاضلش بقى غير هشام اللي مديده عليك انا عايزك تاخد حقك بدراعك عايز نعمل ايه يعني يعني ايه تعمل ايه هنقطع دلوقتي على الملك واحنا الاتنين سوا وريني بقى هتعمل فيه ايه حنان ايه مالك قاعده ليه كده بتعاطي ليه ريم حصل لها حاجه حصل لها يا حلم يا حصل لها ما تنطعي فيه ايه بدك حامل حامل ايه ريم رحيم هشام والله بس حيوان دلفني الكلام ده حصل ازاي؟ انت عارف الكلام ده حصل ازاي؟ قولي ان هو كان غصب عنك ما تزوديش كسرتي ما تزوديش كسرتي قولي ان هو خطف وكتفك هو شربك حاجه ايوه الكلام ده حصل فين انطقي حصل فين عندي واحد صاحبه انا مش فاكره حاجه والله مش فاكره حاجه تغيرتي تغيرتي يا ريم شكلك اتغير شكلك اتغير انت ما بقيتيش ريم انت ريم انت ريم اللي انا ضيعت عمري عشانها انت ريم اللي انا حاربت الدنيا كلها عشان بسمه من نور عينيها دلوقتي خلاص النور بقى ضلمه خلاص ما بقيتيش ريم ما بقيتيش ريم حلم لحاجاتي ما بقيتيش ريم حلم لحاجاتي ما بقيتيش ريم حلم لحاجاتي حلمي رايح فين ما تضيعش نفسك يا حلم حلمي ايه طب تمام تمام مع السلامه دلوقتي قبضوا على بوردة ورجالته حلو قوي عظمته اللهم صل على النبي يلا في داهية مع ان يعني بيتهيألي ابو وردة ده اكيد هيخرج منها المهم انه هينزل من العودين الكام يوم اللي جايين دول بس انا عايزك في حاجة تانية المهم انك تبقى عينك في وسط راسك ومحدش يحس بيك زيع انت بس عظمته وما تشغلش بالك بأي حاجة طب ركز معايا بقى وطرطق لي ودانك على الاخر عايز ايه يا زياد انتوا عايزين ايه؟
انا عاوز منك ايه يعني؟ زياد مسافر وحب يسلم عليك ويديك بوسه. ايه يا زياد في ايه؟ اهدى يا زياد، كده احنا هنخسر بعض يا زياد. استنى اكتر من كده، ميعاد سفري قرب وكل حاجه لازم تخلص في اسرع وقت. طيب حاول تنفذ اللي اتفقنا عليه. سلام. الو، يلا بسرعة يلا. انت واخدنا على فين يا حلمي؟ هقول لك في السكة. يلا بسرعة بنت اشتري. يلا طب ربنا ما يحرمني من لمتكو دي. ايه في ايه؟ مالكم؟ الله، انتوا ساكتين كده ليه؟ ما تردوا عليا، في ايه؟ ايه يا بابا مالك بتعيط ليه؟ في ايه؟ ما تفهموني. سيد انت عملت حاجة يا سيد؟ قولي عملت ايه بس يا سيد، فهمني. إيهاب حلمي، قتل زياد. زياد ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ زياد لا، لا طبعا. زياد ايه؟ ادعي له بالرحمه، ادعي له بالرحمه. رحمه انت كمان، زياد مين اللي مات؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا اي كلام؟ زياد مات ازاي؟ ابني؟ ابني انا؟ هو فين؟ في المزرعه. مزرعه ايه؟ تفتكر ان انت ممكن تهرب من اللي انت عملته؟ ما تحاولش، عشان مهما حاولت مش هتعرف. عارف ليه؟
عشان اللي قتل زياد ده يبقى صاحبك اللي كان ماشي معاك سنين في سكتك الشر، وزياد هو الوحيد اللي دفع ثمن ده، دفع ثمن حياته. انت عارف كويس حلم ما قلبش عليك غير بعد ما عرف اللي عملته في بنته. حلم عمره ما كان يقدر يرفع السلاح في وش زياد الا بعد ما شاف وساختك. انت اللي قتلت زياد الوحيد، انت ومش حد غيرك. بس بس مش عاوز اسمع صوت اي حد فيكم. اخرسوا كلكم، اخرسوا. محدش قتل زياد غيرك انت يا رحيم. طب وعزة جلالة الله ما هتحضر دفنة ابني يا رحيم؟ Thank you.
كان عندك حق يا دنيا، القريبين مني بس هم اللي بيتأذوا. خطوة زي دي معناها ان كل تعب السنين ده هيروح على الفاضي. انت متأكدة انك موافقة؟ سكوتك ده معناه انك لسه بتفكري. طيب افتكري كمان ان احنا كده لازم ننسى موضوع ال 700 مليون دولار. موافقة. أنا مش عايزة غير حاجة واحدة بس، رقبة رحيل.